اهلا وسهلا بكم متابعي قناه شوف تيفي، ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. كنتمنى تكونوا بالف خير، كنتمنى كذلك يا ربي يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء. هذا اليوم معي واحد الام اللي مقهوره، ام اللي جاتها واحد الصدمه بسبب موت الابنه ديالها اللي كانت ماتت بالسرطان، وبسبب بنتها جاها مرض ديال القلب، ودابا كتعاني في صمت. يعني جاها المرض، يعني تزاد عليها الحال بين الأدوية بين الأطباء، ومحتاجة العملية ب26 مليون للأسف. وهي كتقول لك ماديا ما عندهاش منين تجيب هاد الفلوس هادو. السلام عليكم لالا. السلام عليكم عمتي. الاسم ديالك وفين ساكنة؟ الاسم ديالي فاطمة أجلة، اللي كنسكن في الهراوية المديني واحد. عاودي لي من الاول. انا بنتي كنعاني من مرض القلب، وعندي مشكل في القلب ديالي. واخا انا بغيت كم مهمتي تعاودي لي منين ماتت البنت ديالك. كيف ماتت لي الدريه؟ تصدمت وانا شحال، انا عام ونص وانا معاه في ماريزكو. من تما وانا كنعاني، كنطيح كنغيب، جاني السكر السريع، عندي 13 في الخزان، وعندي السكر العادي غادي لجوج ونص. بعد المرات يطلع لي تستات الجرام. دابا شدني مرض القلب، دابا ما بقيتش كنتنفس من القلب ديالي، كنرعف، كنجيني الكريز في الليل، ما كنعش، كنعاني. وكنعيش في واحد البيت ما عندي فيه لا شارجه ما بيت شي حاجه. الزوج ديالي ما خدامش حاليا، طالب معاش ومقابلني ومقابل الوليدات ديالي، كنترجم للمحسنين. لا واخا المهمتي 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 المهمتي، حاولي تشرحينا شويه المعاناه ديالك، عاودي لنا كيفاش ماتت. المعاناه بزاف، المعاناه قلت شي، ماتت لي الدريه ما عنديش بيها، تصدمت، عندي 7 سنوات، ماتت لي بالسرطان، كنعاني واحد المعاناه صعيبه. ومن تما وانا كيجيني الكريز، دابا ما بقاش كنتنفس، جاني الكريز في الصحه ديالي، والقلب ديالي ما بقاش كيسبيري، كتمشي فيا الصوت، وكيشدني الكريز، ما كنقدش نعس على اليدين اللي صايه، كنبات بحال هكايا بلا مخده. تغيبت واحد النهاريات، هادي واحد الشهر وصافي، دابا غيبت في الزنقه، زاد واحد السيده شافتني، طلبات ليا لابيلانس، داوني لميريزكو، داروا ليا الاكسجين، قالك غادي تشوفي كمان اختصاصي. مسكينه ساهمات معايا، وداتني عند واحد السيده اختصاصيه في القلب في البرنوسي، وملي شافتني دارت ليا التلفازه، قالت ليا عندك المشكل في القلب، الصمامات والشرايين كلهم. هادشي كله داروا لك الصدمه ديال بنتي هي اللي خلقت لي. واخا بنتك باش ماتت بالسرطان ديال الديما، شحال دابا باش ماتت؟ من 2009 وانتي فحال هاد الحاله. سعود وانا يا مريضه كنعاني بزاف مؤخرا، ما بقيتش كنوض، انا دابا شعري نادي وانا شاد الفراش، ما بقيتش كنوض نهائيا والو، رجلين عندي اليد اللي صريه، وليد اليد ورجل ما بقاش كنتحكم فيهم، الا ما داوني الدراري طوال الكشاف. شكون اللي مقابلك دابا؟ الزوج ديالي هو اللي مقابلني، ما عندي حتى واحد من غير الله سبحانه وتعالى. انا يتيمه، ما عندي حد، الباب ديالي ما كيدقش، ما كيسول عليا حتى واحد. انا دابا حاليا ما لقيت منصب، وليدات عندهم الامتحانات ما بقاوش كيقراو، السبب ديالي انا كيشوف فيا كنموت. كنتمنى من الله ومن المحسنين داخل الوطن وخارج الوطن اللي شافني حنا ليا وحنا لوليداتي، راني املي في الله والمحسنين. واخا مهمتي قولي لي، واخا مهمتي قولي لي، ونساء ما يدوزونيش. شوف مهمتي قولي لي، شحال طالبي لك في العمليه؟ 26 مليون، وانا ما عنديش حتى باش نركب الميريسكو، 26 مليون ومستجابة. كنتمنى من الله اللي شافني النداء ديالي يحن عليا، راني محتاجة نوبك لوليداتي، ما طالبة حتى شي حاجة من غير نوبك لوليداتي، اللي يعاوني بالقليلة ولا بالكتير، جزاه الله خيرا. واخا شو طالب المغرب وخارج المغرب نساء، عاودي ديري النداء ديالك، عاودي ديري النداء ديالك المحسنين، وقول لهم انا طالبين لك 26 مليون. 26 مليون المحسنين اللي ساعدني، الله يجازيهم بخير. كيف ما سمعت بالكثير، والله يجازيهم بخير، والله يرحم لهم الوالدين اللي شاف من حالي، الله يشوف من حالي، جزاه الله خيرا. ها انت قولي، ها تبش الحق، ها انت قولي ارتضى لبخ المحسنين شلوح كل ما يقنا مزير اكي صغير يزرق الحالتين، جزاه الله خيرا. كل ما يقنا شلحي خت مزير غبرا ولا اوروبا ولا المغرب، يختش الحيط يقول تماتو نضالبا، يقول المساعدة سعادتي هاتي دار المرض القلب أزمة إرجو، يطالب بيا الطبيب 26 مليون عملية، ضالبا يقول لي داري أي تماتنو ولا يسماتنو ولا كل ما يزرع العرن سيدي ربي أوريد زريب يا سيدي ربي تبارك وتعالى، كل ما يجي حنان يقول تماتو نور داري حتى بلا ربي يغلي تيما ناي السكر نكرة سلا قليل ولا سلا كتير. أسي زازا سيدي ربي سبحانه. الرقم ديال السيدة هو 06
48 04 83 21. غنعاود الرقم 06 04 83 21 اللي بغى يتواصل معاها وبغى يتعاون معاها يتواصل مع هذا الرقم، لان انا محتاجه عمليه اللي كتبلغ 26 مليون. الله يكون في الحال. كنتمنوا من المحسنين، كنتمنوا من القلوب الرحيمه انهم يساعدوا هذه السيده. الرقم ديالها هو 06 48 04 83 21. كنشكركم بزاف على تتبعكم لهذا البث المباشر اللي كان مباشره من مدينه الدار البيضاء. ان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر. الى اللقاء.